تبقى أقول خلاص الله يصيب الظروف ويقطع الحاجة حاجة اللي تخلي لكارم تقصر خطاها. خطاها كم نار شيخ على المشراف وهاجة تناوبته المصايب لين طفاها. لين طفاها. وكم من كريم يده بالجود ثجاجة في نايبة الدهر تفرق عطاياها، لكن تغشاه بحر الفقر بمواجه وخابت ظنونه بعز الناس وادناها. وكم من شجاع حياته صبر ومواجه ينطح كبار المصايب ويتحداها، ومن جور ما كابد ومن كثر ما واجه انهار حيله ونفسه لحق تقصاها. الله أكبر. وكم شايب عبرته بالصدر دلاجة على عيال تحسف يوم رباها، نسيته يوم أصبحت مهيب تحتاجه من عقب ما كان مزبنها ومواها. وكم من مريض خذله الطب وعلاجه في علة كائدة ما حصل دواها، من عقب ما كانت الأقدام سجاجة تطويل أراضي من أقصاها إلى دناها. أضحى طريح المرض والهم وفواجه يرقب حتوف المنية ويتحراها. من زان مدخاله ولا زان مخراجه بيقول ما قلت فيها عند مبداها. الله يصيب الظروف ويقطع الحاجة اللي تخلي لكارم تكسر خطاها.